كنت عارف انك هتيجي، فطالما تعودت منك على الاقدام. دينا ملهاش دعوه باللي بيننا يا عبد الرحمن. الامير عبد الرحمن، الامير عبد الرحمن، ودينا هي لب الموضوع يا ياسر. هي اللي اغوتك وخرجتك من جنتنا، وهي اللي خلتك تقتل الامير ابو زياد. انا ما قتلتش ابو زياد، افهم. ما تعودتش منك على كده، ولا حبك ليها خلاك جبان وخلى الخوف يدخل قلبك؟ انا ما بخافش من مخلوق، وانت اكتر واحد عارف كده كويس. عبد الرحمن، اقسم لك بالله العظيم انا ما قتلت ابو زياد، انا بس استغلت الفرصه ان انا كنت عايز اهرب وهربت عشان انا كنت عايز ابقى قاتل ولا مقتول. طيب هفترض معاك انك ما قتلتوش، مين اللي قتل؟ مين غيرك كان خاين وسطينا؟ مش عارف ترد عشان انت قتلته في ظهره وهو بيديك الامان، مثلك مثل الجبناء. تمام، يبقى ترك معايا انا، مش معايا وانا قدامك اهو. اقتلني يا عبد الرحمن. قتلك مش هيريحني يا اسف، لان انا عارف كويس انك مش بتخاف من الموت. انا كنت عارف ان صح هي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تقيل، وهي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تحس باللي انا حاسس بيه. عبد الرحمن دينا ملهاش ذنب، انا قدامك اهو، اعمل فيها اللي انت عاوزه. فؤاد ابدأ الاقتحام، ابدأ الاقتحام على وجه السرعة. هي اللي هتموت. عبد الرحمن، في حاجة اسمها رحمة. الحياة علمتني غير كده. وفي حاجة اسمها عدل. زي ما انت حرمت ناس كتيرة من اللي بيحبوهم، لازم انت كمان تتحرم من اللي بتحبهم. وانت ذنبك ايه؟ ذنبي اني عرفتك، عشان كده لازم ادفع تمن غلطاتك. بس عارف يا ياسر، رغم كل ده انا مش ندمان ان انا حبيتك. عبد الرحمن، ابوس ايدك، لو في حد لازم يموت يبقى انا. انت لازم تعيش. الموضوع مش في ايدي. هي عندها حق، الموضوع فعلا مش بإيديها، هو بإيدنا. Dina! Sam!